هذا وأكد السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الشباب والرياضة أن مملكة البحرين حققت العديد من المراكز على المستويات الإقليمية والدولية بفضل الرعاية التي تحظى بها الرياضة من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. أنا ودي أني أهنئ وأتشرف أني أهنئ سيدي حضرة صاحب الجلالة صاحب السمو ولي العهد الشعب البحريني الخليج العرب كلهم بهذا الإنجاز الكبير الذي يؤكد مكانة البحرين في هذا المجال. وإحنا اليوم في هذه المناسبة الحقيقة يعني تليق بمكانة سمو الشيخ ناصر وتليق بالرياضات الخيل وتليق بالرياضات البحرينية اللي دائما هو يكررها أنها أصبحت ذهب. إحنا إنجازاتنا اليوم على مستوى الأولمبي على مستوى القاري على مستوى الأسيوي على مستوى العالم أخذنا المكان الكبير الكبير الكبير. صاحب السمو الشيخ ناصر الشيخ خالد وضعوا الأساسات القوية لمستقبل كبير كبير للبحرين، وأنا متأكد أن الجاي أكبر وأحسن لأن سمو الشيخ ناصر سمو الشيخ خالد عندهم نظرة كبيرة لهذه الرياضات. ولما نتكلم عن الرياضات نتكلم عن عموم الرياضات، واللي أكد لك أن لما البحرين تبوأت الأولى على العالم العربي في الدورة الأولمبية الأخيرة هذه المكانة الصحيحة اللي الواحد يتشرف فيها. واليوم احنا يعني نتشرف ان نستقبل بطل يعني قدم الكثير مو للبحرين للعالم العربي كله، ويعني نتشرف ان نقول بطل العالم هو حياه الله، وهو قدوة دائما دائما للشباب البحريني.